اعتقد ابو سلطان اخ احمد اعتقد بيكون ويانا ان شاء الله الاستاذ سالم عبيد الشامسي. طيب اذا ممكن تشوفونه لو سمحتوا بارك الله فيكم. الاستاذ سالم عبيد الشامسي رئيس مجلس اداره نادي الشارجه الرياضي بيكون معانا. للحديث حول التشكيل او قرار صاحب السمو حاكم الشارقه. قرار صاحب السمو حاكم الشارقه بتشكيل مجلس اداره نادي الشارقه الرياضي. اخواني صاحب السمو حاكم الشارقه اصدر قرارا اداريا بتعيين اعضاء مجلس اداره نادي الشارقه الرياضي، وطبعا كان قد اصدر سابقا قرارا بتشكيل بتعيين رئيس مجلس الاداره اللي هو سعاده سالم عبيد الشامسي رئيس مجلس اداره نادي الشارقه الرياضي. الان الاعضاء هم سعاده طبعا الاعضاء محمد جمعه بن هندي، عبد الله عبد الرحمن بن سلطان، ناصر سعيد بن عفصان، محمد سعيد بوزنجال، عبد الله محمد العتله، عبيد سعيد الشامسي، احمد عبيد البح، محمد عبيد الحصان، سليمان عبد الرحمن الهاجري، حمد سبت سالمين، عبد الله علي القايدي. إذن هذه اسماء أعضاء مجلس الإدارة. طبعا الأخوة الرياضيين يعرفون انتماءات هذه الأسماء، يعرفونها جيدا، ويعرفون من هو من نادي الشعب سابقا ومن هو من نادي الشارقة سابقا. كلهم الآن انضموا في كيان جديد اسم نادي الشارجة الرياضي. نعم. طيب معانا الآن سعادة الأستاذ سالم عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشارجة الرياضي. سعادتك السلام عليكم. عليكم السلام أخي محمد. مرحبا يا أبو أحمد، كيف الحال؟ الله يطول عمرك. الله الحمد لله على السلامة. وصلت ولا بعدك؟ لا وصلنا من الله يعطيك الصحة. موجودين طال عمرك. الله يعطيك الصحة والعافية أبو أحمد. أول شيء نبارك لكم ثقة صاحب السمو للمرة الثانية، نبارك لكم ثقة صاحب السمو حاكم الشارقة، ونبارك لكم كذلك ثقة صاحب السمو حاكم الشارقة باعتماد مقترحكم فيما يتعلق بأعضاء مجلس إدارة نادي الشارجة الرياضي. أنا أباك بس تقول لي إن على أي أساس تم اختيار هذه الأسماء؟ لا شك أنها تمثل تاريخ كبير من حيث العمل الرياضي، ولكن ما الذي راعيته تحديدا باختيار هذه الأسماء؟ شكرا. طبعا بداية الحقيقة بهذه المناسبة باسم أعضاء مجلس إدارة نادي الشارجة الرياضي أتقدم بكل الشكر لصاحب السمو الحاكم على الثقة الغالية، وأتمنى من الله عز وجل أن يوفقنا جميعا إن شاء الله. طبعا أعطانا أعطاي أنا شخصيا والزملاء أعضاء المجلس هذه الفرصة لخدمة دولة الإمارات وإمارة الشارقة للمساهمة في رفع المستوى الرياضي. طبعا بالنسبة لاختيار العناصر ما شاء الله كلهم فيهم الخير ومشهود لهم بالكفاءة الحمد لله، وفيهم أيضا عنصر الخبرة، وأيضا فيهم أيضا الشباب، يعني هم آخر جو من الوسط الرياضي، فلابد عضو مجلس إدارة يتمتع بخبرة وعمل سابقا ولاعب سابقا، يعني هذه الأمور كلها الحقيقة متوفرة في هذه المجموعة الحمد لله، وأتمنى التوفيق يعني بإذن الله بإذن الله. طيب إذا مثل ما نلاحظ أن الأسماء تقريبا النص بالنص، ولا يمكن حتى بعد الشعباوية سابقا يمكن أشوفهم أكثر، يعني على حسب ما أشوف من الأسماء. وطبعا الحلو في الأمر يمكن تحدثنا سابقا أبو أحمد في المسألة هذه، اللي هو أن الرئيس كان سابقا عمل في نادي الشعب وكذلك عمل في نادي الشارجة، فبالتالي الآن الكيان الجديد ما نقدر نقول أنه هو نادي الشارقة الرياضي سابقا، ولا نقدر نقول هو نادي الشعب سابقا، وإنما كيان بالفعل جديد يتألف من الكيانين السابقين. أخي محمد، نحن كلنا ننتمي إلى إمارة الشارقة، فبالتالي بصرف النظر عن يعني الخلفيات السابقة، يعني الحكومة رأت أن هناك في استراتيجية حددها صاحب السمو الحاكم
في رفع المستوى. ونحن طبعا كجهات تنفيذية لهذه الاستراتيجية ومن خلال الأدوات المتوفرة سواء الدعم المادي أو أيضا المعنوي يجي في المقام الأول، وأيضا من خلال أيضا ما يتمتع به أعضاء المجلس الجديد لنادي الشارقة الرياضي، أتصور يعني ما تكاتفين مع بعض نتمنى أن نوصل إلى يعني خلال السنة الأولى والسنة الثانية يكون هناك كيان أقوى مما كان في السابق بإذن الله إن شاء الله. كذلك يعني وصلتنا صورة في الحقيقة من جنوب أفريقيا من حيث مقر صاحب السمو حاكم الشارقة، وهذه الصورة بنعرضها على الهواء بعد إذنك، هي تمثل كذلك يعني مقترح صاحب السمو حاكم الشارقة أو رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة للزي الرياضي المعتمد، وهو كذلك سطر عليه كلمات جدا جميلة بخط يده، قال الشارقة ناصعة البياض في أعناقها الشعب وتحمله على أكتافها. نعم، وأعتقد أن كذلك المقترح هذا وصلك سعادتك. نعم. فتعليقك على هذا على هذه الرؤية الجميلة وعلى هذه الكلمات الجميلة التي نعم. سطرها صاحب السمو حاكم الشارقة، الشارقة ناصعة البياض في أعناقها الشعب وتحمله على أكتافها. الحقيقة يعني صاحب السمو الحاكم يعني عنده نظرة، وأيضا هو الاختيار اللون ما لأجل اللون، ماذا يعني اللون؟ يعني هذا بحد ذاته احنا من امس الحقيقه وجهنا صاحب السمو الحاكم من مقر اقامته ان يعني لا ان الابيض يعني اماره الشارقه او مدينه الشارقه، ناصعه البياض في عناقه الشعب تحمله على اكتافها. فهذا الحقيقه يعني سابقا الشارقة أو الشعب، وبعد الاندماج أيضا الألوان ما زالت موجودة للناديين سابقا. فنحن الحقيقة يعني نتقدم لصاحب السمو بالشكر، وأيضا لنا الشرف أن لون النادي يعني له معنى، فهذا قليل ما تحصل يعني مثل أعلام الدول، أعلام الدول كلها موصفة. صحيح. نحن أيضا زينة موصف. صحيح جميل. نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله سعادة الأستاذ سالم، وبنبقى إن شاء الله متابعين لأخباركم، والحمد لله رب العالمين الخطوة الأولى تمت بتوجيه صاحب السمو حاكم الشارقة، تلتها الخطوة الثانية وهي التالية وهي تشكيل مجلس الإدارة ثم كذلك اعتماد الزي، وإن شاء الله سوف نبقى متابعين لكل جديد فيما يتعلق بالنادي. وإن كنا نسأل كذلك متى سوف تعتقدون سوف يعقد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة إن شاء الله؟ نعم إن شاء الله مجلس الإدارة بيعقد غدا إن شاء الله. إن شاء الله. وأول اجتماع هو اجتماع إجرائي في الحقيقة. لكن أنا طبعا بهذه المناسبة أطالب جماهير الشارقة سابقا والشعب سابقا أن نحن يعني من خلال التوجيهات العليا كلنا نعمل لتحقيق أهداف معينة، وأيضا أطالب جميع الجماهير الوقوف خلف هذا الصرح، ونتمنى أن هذا الصرح إن شاء الله ينافس على كل المستويات بإذن الله. بإذن الله. مشكورين يعني. العفو بارك الله فيك. لكن أبو أحمد إذا سمحت لي يعني ما عليه سؤال عارض هكذا، الاجتماع الأول باكر بيكون إن شاء الله. نعم. تتوقع أن من الاجتماع الأول إن شاء الله سوف يتم الإعلان عن رئيس الشركة، شركة كرة القدم؟ نعم طبعا الاجتماع الأول مثل ما قلت لك إجرائي. يتم أول شيء اختيار انتخاب من قبل الأعضاء لنائب رئيس مجلس الإدارة. وأيضا اختيار أربع شركات. أربع شركات تتمثل. نعم تتمثل في كرة القدم والألعاب الجماعية، وفصلنا أيضا عن الألعاب الفردية لأهميتها والاستثمار. الاختيار اللي تم استند على هذه المعايير، يعني الأعضاء اللي هو على الأقل اثنين في كل شركة
احنا الحقيقة طبعا اذا بتكون مجموعة من 13 شخص لابد ان التخصصات مختلفة، عدل صحيح، فيهم الاستراتيجيات، فيهم القانوني، فيهم المالي، فيهم ايضا كرة القدم، الالعاب الجماعية الفردية. فنحن الحمد لله قدرنا نعمل توليفة متخصصة في كل هذه المجالات اللي اخبرت عنها. ممتاز ممتاز. إذا بنتريا كذلك إن شاء الله اجتماعكم الأول وما سوف يتمخض عنهم النتائج إن شاء الله وإعلانات. مشكورين عامة موفقين أخ محمد، مشكورين موفقين. عامة أبعدكم، وإن شاء الله الله يوفق الجميع. آمين يا رب آمين. أتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله. جزيل الشكر لسعادة الأستاذ سالم عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشارجة الرياضي. مشكور، جزاك الله خير، بارك الله فيك.